المزيد مع طه شعبان. مركز الدراسات الأندلسية بولاية تلمسان أنجز وفق هندسة مستوحاة من الطراز الإسلامي. هذا الصرح العلمي أشرفت على تدشينه اليوم وزيرة الثقافة خليدة تومي مرفوقة بالوفد المكلف للتحضير لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية بهدف اكتساب التجربة من تلمسان وتبادل الخبرات. تلمسان كانت عاصمة الثقافة الإسلامية في 2011، لازم نستفيد من المشاريع ديالها. كل الوفد ديالنا تاع قسنطينة شاف باللي نقدروا نديروا نفس النمط، ليس فقط في الهندسة لكن حتى البرمجة ديال الهياكل. قسنطينة بإذنه تعالى من خلال 25 مشروعا ستحمل هذه الذاكرة العربية الإسلامية أيضا، وستكون في عناق أخوي مع حضارة تلمسان في عناقها مع